هنا الرمل الجنوبي. هذا الحي العشوائي الممتد على شاطئ بحر اللاذقية. من هنا وفي 25 من آذار انطلقت شرارة الثورة في هذا الحي من جامع المهاجرين. هذه بعض الحواجز التي أقامها النظام على جميع مداخل ومخارج الرمل الجنوبي. فيقوم عناصر الأمن والجيش والشبيحة بتفتيش السيارات الداخلة والخارجة من وإلى الحي، وباعتقال كل من يقوم بحركة أو نظرة تزعج رجال الأمن، وبإطلاق الرصاص على أي مظاهرة مهما كان عددها ومهما كانت شعاراتهم، وبمنع دخول المواد الغذائية أو الأدوية الطبية إلى الحي. وهنا مسجد سيدنا خالد بن الوليد الذي انتفض منذ الأيام الأولى للثورة تلبية لنداء أهلنا في درعا، فخرج بمظاهرة بالآلاف امتدت إلى ساحة الشيخ ظاهر. وبعدها أصبحت الصلاة في هذا المسجد تهمة بحد ذاتها. وهذه المدرسة الابتدائية التي كان يدرس بها معظم أبناء الحي حولها النظام لمركز للاعتقال والتعذيب. أما محطة القطار الملاصقة للحي والتي شهدت أبشع المجازر بعد خطاب الأسد الأول، فقد تحولت إلى كراج لناقلات الجنود وسيارات الأمن، ومركز القنص الذي نال من أرواح الكثيرين. هنا ساحة الرمل الجنوبي التي أسماها الثوار ساحة الحرية، والتي ظلت لأكثر من 5 شهور أكبر تجمع للمظاهرات اليومية في محافظة اللاذقية، والتي كذبت من خلال مظاهراتها السلمية ادعاءات النظام بأن أهل اللاذقية موالين للأسد الذي ولد فيها. وعندما تتجول في الحي ستجد الحواجز ونقاط التفتيش المتتالية والأبنية المحتلة من رجال الأمن الذين يقومون بحملات الاعتقال والخطف اليومية. ونتيجة كل هذا القمع والتنكيل ابتكر أهالي الرمل الجنوبي أروع الأساليب لإثبات استمرارية الثورة في هذا الحي المقاوم، فأصبحوا يقومون وبشكل شبه يومي بالتكبير من شرف المنازل والنوافذ والأزقة الضيقة، كما يقومون بتوزيع المنشورات وكتابة مئات العبارات على الجدران التي تنادي بإسقاط النظام وتحيي الثورة.